مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفة محببة لكتير جدا مننا كبار وصغيرين. هنعمل إيه؟ هنعمل عجينة البيتزا بطريقة بسيطة جدا جدا وسهلة جدا، وهنحكي عنها وإحنا شغالين، وهنعمل صوص البيتزا الحلو قوي اللي إحنا بنشوفه بره تقيل جدا ومش هنحتاج نشتريه، وتقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر ويبقى ليه منكهات وطعم حلو قوي. خلينا كده نبدأ نقول هنعمل إيه، لكن أول ما تنطلق صفارة الحكم علشان نبدأ الشوط الأول مع بعض. أول حاجة هتكلم عنها عجينة البيتزا، هنقول كده مقاديرنا، هحكي على الكيلو دقيق وهقول لحضرتك هيطلع كام صينية وحجمها قد إيه. طيب عندي كيلو دقيق، طبعاً الدقيق الفاخر يصلح، دقيق متعدد الاستخدامات يصلح، دقيق البيتزا يصلح. طيب عندي 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الفورية الهرمية، نص لتر من المية، ممكن تزيد يبقى 600، يعني يزيد حاجة بسيطة أو يقل حسب نوع الدقيق. طيب عندي تلت كوباية من الزيت النباتي، ممكن زيت زيتون إذا حضراتكم حابين، بس أنا هستخدم زيت مليان. عندي ربع معلقة صغيرة من الملح. دي كده عجينة البيتزا. طيب نتكلم بقى عن صوص البيتزا. صوص البيتزا انا محتاجه فيه لتر طماطم بيوري. هتكلم على تكنيك الطماطم فيه لان ده بيعتمد كلية على الطعم فعلا في الصوص ده. طيب عندي معلقتين من الصلصه، توم مفروم، ممكن يعني نتغاضى عن ده ونحط توم باودر. عندي زيت زيتون، معلقه كبيره من السكر، زعتر وروزماري وريحان وملح وفلفل. ايه كل ده؟ هنشوف دلوقتي. بسم الله. اول حاجه قبل ما اعمل العجينه خليني احط الصوص مع حضراتكم على النار عشان يظبط معايا، عشان انا عايزه اشتغل منه مع حضراتكم في الحلقه. طيب لو انا مش عايزه استخدم صلصه خالص خالص، انا هجيب الطماطم، وليكن كيلو من الطماطم، هفتح الطماطميه تكون طماطم كويسه، حتى لو هي يعني المفروض تبقى فريش الحقيقه وتبقى قويه وجامده كده. هنفتحها كروس حرف فيه كده من 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 الطماطم من تحت بعد ما بنشيل الجزء الاخضر اللي فوق، وبعدين بنحطها في حله ونحط معاها كوبايه من الميه ونحطها على نار هاديه. بتبدا البخار على النار الهاديه دي يبدا يتغلغل كده في الطماطم دي ويديها حاجه بسيطه من مش تسويه، ولكن يبدا يفصل القشره بتاعتها عن اللحم بتاع الطماطم نفسها، فاسمها طماطم كونكاسي، يعني بتاخد كده ايه شبه تسويه بسيطه. طب لما بطلعها من الميه السخنه دي بعمل فيها ايه؟ لما بسيبها العشر دقايق دول بعمل بعد كده ايه؟ باخدها احطها في ميه بتلج عشان اوقف التسويه بتاعتها وتحافظ على اللون والفوائد اللي فيها. هاخدها انزع القشره دي بسهوله، احطها في الخلاط زي ما هي. اللي عايز يخلي البذر هنقطعها نصين ونصفي البذر كده، وبعدين نحطها في الخلاط. وبعدين بعد ما بحطها في الخلاط بضربها زي ما هي، بس هي بتبقى سبحان الله بعد ما بتطرى فيها سوائلها بتظهر بقى بتبان، ما بتحتاجش نضيف ميه زي الطماطم الفريش لما بنضربها في الخلاط وتحتاج شويه دعم معانا. خلاص انا دلوقتي هبدا احط كده، بعد ما بضربها بتطلع الشكل ده. بصوا حضراتكم اللون مختلف ازاي، شايفين الصوص بيبقى عامل ازاي؟ ده الصوص الطماطم بيبقى كده وفي تقل كده لوحده، هو كده دي طماطم بس. قبل بقى ما اضيفها تعالوا نعمل التشويحه اللي تدعم المنكهات الحلوه اللي انا عايزه احطها في الايه صوص البيتزا دي. ناخد المعلقه الجميله دي، هاخد كده هنا على النار، انا هستخدم زيت مليان. بسم الله. هحط شويه كده، وبعدين هاخد فص من الثوم. طبعا انا بحب استخدم الثوم الفريش، انا يعني انا عن نفسي، لكن حضراتكم تقدروا تستخدموا الثوم الباودر، بس طبعا الثوم الفريش حاجه تانية خالص. اهو يعني صوص كده بيدعم الطعم وكفايه انه فريش وناخد فايدته. طيب هنقلب كده تقليبه خفيفه، مش عايزاه يتحمر. معلش انا عايزه ارفعه بس كده عشان النار هنا عاليه بيفرقع فرقيع، يمكن عشان احنا في العيد مش عارفه بيعمل لي كده. طيب هاخد معاه شويه من المنكهات بقى، الريحان، الزعتر، الروزماري، كل دول هاخدهم فريش، طبعا احلى لو هم فريش يعني. وبعدين هقلبهم كده تقليبه، اطلع بس الايه النكهه بتاعتهم دي، وهضيف معاهم معلقه الصلصه في الاول عشان اطلع منها الماده الحافظه دي، اديها بس تشويحه كده. بصوا الروايح، الله الله. ولو جاف عند حضراتكم برده مفيش مشكله. هنقلب كده تقليبه كده، الروايح رائعه. طبعا لو التوابل دي او المنكهات دي جافه هتدوها التحميصه دي مع الزيت هتطلع الروائح قويه جدا. انا بس عايزه ابقى ارفعها اجيبها على جنب شويه البان كده لحد ما اضيف الايه الصوص. بسم الله.
وهقول لكم معلقه السكر. بصوا الصوص تقيل ازاي، شايفين دي الطماطم، دي طماطم طبيعيه مفيش فيها اي اضافه اهي، خدناها عملناها بالطريقه اللي قلتها لحضراتكم اهي. تقدروا برضو تحتفظوا بيها في الثلاجه، عايزين بقى ايه لو عملتوها بالبذر عايزين تصفوها برضو مفيش مشكله. يعني اقصد في النهايه هي حاجه بيتي معموله، بصوا ولا تقوليش بقى اشتري من بره ولا حاجه، وهتدي تيست وطعم سبحان الله للصوص ده رائع. بصوا التقل بتاع الصوص، صوص حقيقي ما يبقاش خفيف ويبقى على البيتزا شكله حلو. انا بس عايز اهدي النار معلش شويه خالص عشان الصوص ده بيطلع كده سخونه، فبيخلي الصوص الطماطم تقعد تعمل بابلز كتير كده تطير في الهواء. تعالوا بقى نحط رشه الملح والفلفل ومعلقه ملح. حلوه بس لما بتتحط زي ما هي. البيتزات بقى الايطالي اللي ليها الحشوات اللي احنا مش متعودين عليها، اللي بيحطوا فيها اللي هي السبانخ، ورق السبانخ والشيري توميتو زي ما انت بتقول فعلا مخرجنا الجميل استاذ ابراهيم، دي بتبدا تدخل الفرن بتنزل بتاخد التسويه بتاعت البيتزا بتطلع رائعه. لكن في ناس ما بتحبش طعم الطماطم مثلا، خلينا نقول ايه هي ليها محبيها، ولكن الصوص ده البيزك الاساسي لازم احطه في القاعه عشان هو ده اللي بيدي طعم للعجينه اللي بناكلها في الاخر. حتى لما بنيجي ساعات نطلب بيتزا من بره نقول له ايه زي ما بنقول اكسترا تشيز مثلا، عايزين جبنه زياده نقول ايه اكسترا صوص مثلا، ساعات بتبقى جافه كده البيتزا تحس انك بتاكل حاجه زي العيش فانت مش مبسوط، فهو لازم يبقى فيه نسبه وتناسب. لكن طبعا الشيري توميتو اكيد رائعه، ممكن تتحط بقى في بعض البيتزات ويديها تيست، بس لازم يبقى الناس دي بتحبها. طيب هنقلب كده لسه ايه عشان هي شبه الكرز، ما هو الشيري ده جاي من الكريز يعني معنى الكلمه كريز، فهي شيري صغنونه قد الكريز قد الكرز، فصغنونه كده زيه يعني. هنحط معلقه سكر، معلقه السكر دي بتظبط الحموده وبتخلي الناس اللي بتتضايق من الصلصات وتعمل لهم حموده تروح خالص، وبتدي تيست حلو قوي للصوص ده هتتبسطوا بيه جدا. فاحنا يعني ايه هنقلب كده معلقه السكر الحلوه دي. بصوا الصوص بقى تقيل ازاي، كده بصوا بقى هنعمل كده. عايزه اقول لكم بصوا شايفين، هنسيبه بقى ياخد كده غلق. ليه بقى انا مش عايزه اسيبه كتير على النار؟ لان انا مش حاطه صوص طماطم طبيعيه فانا مستنيها تتسبك. اولا ده بيتعب جدا على فكره، يعني الناس اللي بتتعب فعلا من الحاجات اللي بتعمل حموضه دي مش هتعاني من الموضوع ده، وبتبقى صحيه لان انا حافظت عليها. بس اهم حاجه خطوه الميه بالثلج دي عشان توقفوا الـ يعني التسويه بتاعتها. عايزين بقى تحتفظوا بيها كده في الفريزر وهي كامله من غير ما تضربوها في الخلاط، اعملوا كده هتحتفظوا بطماطم رائعه. طيب تعالوا بقى ناخد الخطوه الثانيه مع حضراتكم. انا سايبه الصوص كده وتعالوا نروح نعمل العجينه. بسم الله، هاخد كده عندي بوله فيها كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق اتفقنا ان الدقيق ده انواع. هناخد الدقيق الفاخر اللي هو 72% استخراج، او الدقيق متعدد الاستخدامات، او الدقيق الخاص بالبيتزا اللي احنا عارفينه كلنا، خلاص اللي يريح حضراتكم. مش معنى انكم هتستخدموا دقيق فاخر يعني هي مش هتطلع، او لو مش دقيق خاص بالبيتزا مش هتطلع. اوكي تعالوا بقى هنا بسم الله هنزل كده كميه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هحط البوله لان ده كيلو بالظبط، كيس دقيق كامل كيلو. خلاص انا حطيته، هاخد كده معايا الاول الملح كده نص معلقه كده من الملح، او يعني مش معلقه كبيره يعني مش عايزه العجينه تبقى حادقه، لان انا وارد ان انا احط مكونات تبقى فيها نسبه املاح زي تونه زي مثلا بسطرمه ايا كان يعني. وهاخد كده معلقه او معلقه يعني معلقتين صغيرين يعني معلقه كبيره من اللبن الباودر، على فكره دي اضافه هي مش مطلوبه اصلا يعني مش اضافه، دي بس كده احنا ايه بندلع الحاجه في البيت يعني. وادي السكر وخلاص كده بقينا بقى الزيت والخميره، ادي الخميره وعندنا الزيت النباتي تلت كوبايه. انا هحط ممكن زيت الزيتون، انا هحط زيت مليان عشان انا هستخدم زيت مليان. بسم الله اهو، وما تكتروش الزيت عشان العجينه ما تنشفش،
مهمة جدا، مش قصة ان انا عايزاها ما تلزقش، لا، هنحكي دلوقتي عن وضع ملمس العجين نفسه. طيب انا هنا المية فترة، بصوا بقى المية لازم تبقى فترة، بصوا احط ايديا اقدر اعد لحد 100، مفيش مشكلة. عشان تشغل العجينة في الصيف ما بتحتاجوش، يعني ممكن تبقى المية من الحنفية ونازلة فترة، لكن في الشتاء لازم تبقى دافية، يعني اعمل بالانس بين دي. الكيلو دقيق ياخد في السوائل حوالي 550 ل 600 ملي مية. ال 50 ملي دول ممكن يخلوها تبقى مية عسل، وال 50 ملي دول ممكن يخلوها مظبوطة جدا، ده على حسب نوع الدقيق. أنا بستخدم نوع وحضرتك بتستخدمي نوع تاني. خلينا في المضمون نحط ال 500 ملي ونحطه شوية شوية مع الخلط، ولو لقيناها محتاجة ال 50 ملي زيادة هنزوده. خلاص؟ بسم الله. نعمل كده بس تقليبة للمكونات. نقدر كمان نحط مع العجين البيتزا النكهة شوية زعتر شوية روزماري، فتطلع العجينة ليها تيست، بس أنا استغنيت عن ده في أن أنا أحط ده في الصلصة بتاعتي أو الصوص بتاع البيتزا. طيب هنقلب وهاجي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ أزود المية هنا شوية شوية. بسم الله أهو هتختلط معايا. انا لما اكون الميه في ايدي وانا ازودها واتحكم فيها احسن ما تزيد وانا ما بقاش عارفه اقعد ازود دقيق، وطبعا المقاييس هتختلف برضه، فخليني في المضمون. بصوا كده، تعالوا بقى نقلب تقليبه حلوه اهو. هتلاقوا كده ايه العجان من جوه حواليه عجين، هنضربها لحد ما تنضف البال بتاعت العجان دي. بصوا حضراتكم هوريكم، بس عشان ممكن تكون اللون مش باين. بصوا كان بيبقى هنا فيه لازق كده عجين، بيبدا بقى يلم معايا العجين. عايزه ابص كده على الملمس. اوكي، خليني ايه اضربها ضربه كمان. هي المفروض تاخد لها 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين هجهز بولة فيها زيت وهحط فيها العجينة بتاعتي دي، هتطلع هشة وطرية وجميلة ما تقلقوش. أول ما بتتخمر الدنيا بتبقى جميلة جدا. هغسل بس إيدي دقيقة واحدة وهبدأ بقى أحط زيت على إيدي وأشتغل في العجينة اللي أنا بضربها دلوقتي أهو. خلينا بقى ناخد بولة كده. أوكي، ناخد بولة، والبوله دي هبدا ادهنها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، همسح كده. اهي هحط فيها نقطه من الزيت النباتي مليان كده، وخليني معلش انا هاخد نقطه كده على ايدي بس. تعالوا بقى تعالوا بقى نرفع، هنزل كل دول اهو من هنا، وهاخد دي كده كده. هنيجي بصوا بقى انا بعمل حساب ايه، هنيجي نفرد على دقيق، هتاخد نسبه دقيق. لو هي بقى مظبوطه قوي في الدقيق وطلعها ملساء كده، هتلاقوا الدقيق ده زاد وهتبقى ناشفه شويه. بصوا هتمسك وهتبقى جميله اهو. هحط كده العجينة، سيبوها كده، أنا بحبها ستيكي كده، بتطلع هشة ورائعة أهي. خلاص، أول ما هنيجي نفردها بقى على شوية من الدقيق هتبقى مظبوطة جدا. شوية الدقيق اللي هنضيفهم في الفرد هما دول اللي هيظبطوا معانا العجينة في الآخر، بس سيبوها الأول تاخد وقتها في التخمير أهي. خلاص، وهغطيها، خليها بس كده. بصوا جميلة إزاي، خليها كده أهي اهي، خليها بس نقلبها كده. بصوا بقت ناعمه ازاي ولطيفه. هنبدا بقى اول ما تخمر هتظبط جدا. لازم اغطيها ببلاستيك راب او ب مثلا كيس ثلاجه زي ما انتوا عايزين. المهم ان انا احطها في مكان تخمر، ممكن على رخامه المطبخ في الصيف، لو احنا في الصيف مفيش مشكله خالص. هتخمر على طول، هتاخد لها حوالي ساعه
يعني ساعة ده كويس جدا. هنبدأ نطلعها مع بعض دلوقتي اوريكم شكلها بقى عامل ازاي، ونبدأ بقى نتكلم عن لو انا عايزة اخزن البيتزا دي في الفريزر وتبقى جاهزة عجينة عندي اتصرف ازاي. هوريكم واحدة، هوريكم شكل واحدة كده نقطعها سوا. الكيلو ده ممكن يعمل لي 5 صواني من دول، من الحجم ده، الحجم ده يعمل لي الكيلو ده يعمل 5 صواني من الحجم ده قدام حضراتكم، او 6 على حسب ما انتوا عايزين. لو انتوا مش عايزينها عالية قوي تعمل 6 او اكتر، ولو هي مش عاوزينها مثلا فيها تخانة البان اللي ليها حروف عالية هتاخد 5، وممكن تاخد مقاس اكبر من ده. طيب هنغطي بقى ده بكيس كده، وايه وهبدا اشيلها في جنب، وهوري حضراتكم اللي خمرانه اوريكم شكلها بس الاول قبل ما الحكم يصفر بانتهاء الشوط الاول. بصوا اهي، نعمل كده نفتح كده نرفع الكيس اهو، بصوا شايفين كده، لازم نطلع الهواء منها اهي، وهتبدا تبقى مش بتلزق قوي، هي ستيكي بس ما بقتش تلزق قوي، شربت بقى كميه الزيت وانتفخت وبقت تمام. بصوا اهو خلاص، انا عايزه اشيل منها جزء اعمله في البيت. هعمل ايه؟ هاخد كده شويه من الدقيق هحطهم هنا شويه كده، وهاخد العجينه حسب بقى ما انا اوزن، يعني انا شايفه ان دي هتفرد لي العجينه دي. بصوا اهي، هفترض ان دي مقاس الصينيه بتاعتي خلاص، وهحطها هنا اهو، هعمل كده كده وهفرد هنا، لازم تتفرد كده نص كده دايره خلاص، وهقفلها اهو، وهحتفظ بيها كده في الفريزر زي ما حضراتكم شايفينها كده. هحط بقى الكميات دي بتاعتي، طب انا هاجي في اي وقت عندي صوص جاهز، عندي العجينه موجوده، وهبدا اخدها اسيبها بس على الرخامه نص ساعه قبل ما ابدا اشتغل فيها، حتى لو هي هتفك وهتبقى سهله جدا في الفرد، ونفردها بقى في الصينيه ونشتغل اي مكونات عند حضرتك. تعالوا بقى دلوقتي نطلع لاستراحه ونبدا نستعد للشوط الثاني، مستنيه حضراتكم. اهلا وسهلا بمشاهدينا مره تانية، ورجعنا من الاستراحه وهنبدا دلوقتي بقى الشوط الثاني. تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. انا بفرد جزء من العجين، عايزه اعملها شكل كده ايه، شكل السينامون رولز بس بالبيتزا، بعجينه البيتزا. فخليني بقى ايه ابدا اديها الشايب ده عشان انا اقطعها كده، بسم الله. وطبعا زي ما انتوا عايزين، انتوا بتحبوا بقى العجين فيه شوية سماكة، ما بتحبوش فيه سماكة، دي حاجة ترجع لكم، يعني الثكنس بتاعها ده او فكرة التخانة بتاعتها دي تبقى ازاي، دي ترجع لحضراتكم كده. خليني بس ابدأ ايه اخد دي هنا كده على الناحية التانية، وهنرولها مع بعض بشكل حلو. في ناس بتحب تفرد البيتزا دي على دقيق السميد البسبوسه الناعم، ممكن يعني بيديها شويه ايه كريسبي كده، شويه تبقى كريسبي شويه. خليني ايه افرد بس كده بشكل حلو هنا كده، دي هتبقى الحروف الاطراف اللي من الاخر، هظبطها برضو مع بعض. نبدأ هنا كده نفرد سنة، ده شكل لطيف وسهل للي حابب يعمل منها حاجة كده. تعالوا بقى شوية من الصوص ده، طبعا ما بنجيش ناحيه الاطراف قوي، الريحه روعه كده.
عشان ما تطلعش من الأطراف لما اجي اقطعها، يعني حاجات بسيطة كده. بصوا شايفين الصوص حلو ازاي بتاع البيتزا وثابت عليها ازاي؟ اهو شايفين؟ مش عايزة اكتر عشان هبدأ بقى احط عليه ايه. انا هحشي عندي هنا مثلا سلامي طبعا اللي موجود عند حضراتكم، تقدروا زي ما انتوا عايزين، عايزين بس جبن، بس عايزين سلامي وبيبروني وكده مفيش مشكلة. خليني بس ايه ابدأ اخد هنا كده عشان لما اجي ارولها. بسم الله. بصوا بقى هاخد كده، ادي سلامي بحط هو الاول مع الصوص لانه عايزه يبقى شكله طعمه حلو ياخد من الصوص ده فيبقى طعمه حلو. اهو شايفين؟ طيب هاخد كمان شويه عليه من الشيدر جوه كده. الاول كده لازم اول حاجه على الصلصه شويه التشيز في الاول عشان تمسك فيها وتبقى ليها طعم كده غير اللي بنحطها على الوش. اوكي هاخد فلفل الوان. خليني معلش انا عايزه احط من الجوليان احلى بيبان كده. الله بصوا دي بقى سريعه، يعني انا بصراحه لما بعمل في الولاد في البيت بنعمل الرول دي سريعه كده وحلوه وتترل كلها بقى والواحد يرتاح ويفرد العجينه ورا واحده. قول تشيز اعملها لك. بصوا بقى مخرجنا قال جمله حلوه ما تخليهاش تطلع في دماغي عشان بس انا ايه عايزه اعمل الاساس. نحشي في الاطراف هنا ونقفل عليها كده وتتقفل كده زي الستافت كراست فيها تشيز، ودي فكره رائعه والله اللي هعملها لك حلقه تانية، بس هنعملها هيلسي صحيه وبدي شوفان ونشوف اصدقائنا ايه يبقوا معانا. هحط رشه بسيطه بس من البصل الاخضر بتدي تيست كده حلو، وهحط برده شرايح بصل خفيفه قوي احمر لانه بيبقى طعمه حلو، او الابيض براحتكم يعني، بس انا بقول لكم يعني ايه اللي بيبقى طعمه لطيف. اهو كام شريحه بس خلاص هنا كده شايف، بس مش كتير. وعشان خاطرك انت يا مخرجنا بس شيري توميتو. عشان ايه اهو كده تدوب في النص مع الحاجات الحلوه دي. وطبعا هناخد شويه موتزاريلا. بصوا بقى حتى لو الموتزاريلا دي فيها قطع، في منها قطع في اصابع وفي ممكن تكون عملت كده منكم لان انتوا كنتوا طلعتوها فتره مش فارقه بره، فالحر ساعات بتعمل كده فبيروح شكل الشرايح، بس دي بتبقى احلى. انا اصلا بجيبها القطعه الواحده وبقطعها. بصوا كده اهو خلاص شايفين الجمال. يلا بينا تعالوا بقى اشوف بس كده اللي في الفرن. بسم الله ممكن اخد الجلافز اطلعه. الله بعمل كون اصلي. بصوا بيتزا الكون دي معلش بقى واو. بصوا دي لسه هنعملها دلوقتي اوريكم الشكل ده انا عملته ازاي. يا لهوي طيب هقفل بقى انا دي. ما تتكلموش. ونقفل بسم الله هنا. لا يا روح قلبي. بصوا بقى ناخد كده رشه من الدقيق اهو هقفل اهو. هاتوا بقى دي هنقفل كده هنقفل كده الحروف هنسكن كده اهي. وهاخد بس هنا كده عشان لو قلبتها على الناحيه دي هقفل العجين هنا حلو. بصوا بقى ده كله مش هيبان لان انا هعمل حاجه دلوقتي. هاخد كده بالسكينه دي وبعدين عندي صاج احطه هنا في ورقه زبده وممكن احط عليه نقطه كده من الزيت نقطه واحده اهي
وهنعمل كده وهقطع اهي اهي. بصوا اهي دي، وهاخد كده اهي يا، وهناخد هنا برضو عليها شويه من الموتزاريلا. دي بقى هتبدا تظبط في الفرن وهتلاقوها خدت شكل رائع للمكونات. معلش انا عامله المكونات حلوه، مش العجينه اللي كتيره، بس البيتزا نفسها العجين بتاعها مش كتير. بصوا الحشو اهو، تعالوا بقى هنا كده، شايفين دي كل ده ملموم على العجين. وش سيبوها هتاخد شكلها وهتشد في الفرن وهتبقى رائعه. والعجينه كده علشان انا عايزاها تطلع فلافي، مش عايزاها تطلع ناشفه قوي زي الكون، لان شفنا الكون ودي برضو طريقه ثانيه. اهي اهي بصوا كده اهي، شايفين ازاي؟ الله تجنن. خدوا بس حته من هنا، ودي زي ما هي كده مع السلامي القمر ده تتمسك بس كده اهي، شايفين الجمال؟ الله يلا بينا. وهكمل بقى بقيه الجزء اللي باقي ده. خلينا نحط دي هنا ممكن في الصينيه دي، ممكن تبقى ساندوتش زي ده على فكره، ويتقسم كده ويطلع ساندوتش وتقطع برده، وممكن تبقى زي ما احنا عملناها قدام حضراتكم. طيب الطريقه الثانيه ايه بقى هي للكون؟ تعالوا كده نشوفها مع بعض. خليني الاول اشيل دول. احنا قدامنا قد ايه يا حبايبي؟ ايه قولوا لي؟ طيب بصوا بقى، عايزه بس ابعد من المكان هنا اوضب كده. هدخل دي الفرن، الحراره بتاعت البيتزا 200، فرن لازم يكون حراره 200، حراره عاليه شويه خلاص. وبعدين ما بنشغلش فوق الا في الاخر لما هي تاخد اللون من الجناب، ونبدا ان ايه نقول ان هي كده تمام استوت. نحط بقى عليها ايه التشيز اخر حاجه. بص انا مش حاطه التشيز دلوقتي لان انا هحط تاني قبل ما اسيح الوش عشان تطلع الجبنه دي بيضه ولونها ابيض اهو. وهقفل. تعالوا بقى ناخد هنا الكون سخن مولع. طيب اخد بس طبق رفيع كده صغنوني نحط هنا. الله بصوا دي محشيه ايه ده، انا لسه هحشيلكم حاجات تانية حلوه قوي اهي. بصوا سخنه قوي، استنوا ثانيه واحده هشيل ده اوكي كده ونكمل الباقي. بصوا بقى باقي العجينه، مش انا باقي عندي لسه عجينه؟ عندي طريقتين، عندي هنا الكورنيه ده بيتباع بره بسيط وموجود في كل الاماكن اللي بتبيع حاجات المطبخ، ادوات البلاستيكات والحاجات دي. وبعدين انا اقدر اجمع السينمون دول او اللي انا عملتهم شكل الرول ده، احطهم في واحده صينيه زي دي ويطلعوا لي ورده كبيره شكلها حلو، فتبقى ورده وكل واحد يقطع منها حته. دي فكره ثانيه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين للكون ده. طيب هاخد بقى للكون ده اعمله ازاي؟ ادي ده عندي، انا يا دوب بس بروح جايبه كده فرشه نقطه هنا فيها زيت وبعمل كده حاجه بسيطه قوي عشان لما اجي اشيله يبقى الدنيا امان خلاص. وبعدين هسيبه كده، هاخد من العجين ممكن نقطعها شرايط وممكن نعملها كده تبقى كده على رشه دقيق بسيطه هنا زي الايه ال حاجه كده طويله زي ما بنعمل مثلا السميد مثلا. انا عايزاها تبقى بالتخانه دي، فلو بالتخانه دي انا عملتها كده بوري لحضراتكم الشكل. عايزين بقى تعملوها تفردوها مستطيل وتقطعوها شرايح تبقى شرايح مستطيله ماشي، بثبت الاول هنا وبعدين ببدا اشتغل كده. بصوا بصوا مع الايد واحده فوق واحده واحده فوق واحده واثبت كده اهي، شايفين ازاي؟ اهي خلاص. وبحطها على الصاج اللي فيه برضو ورقه زبده. بصوا كده هاخد دي رشه بسيطه كده من الدقيق وبعمل كده كده
حتى لو عشوائيه كده هتطلع رائعه. انا عامله دي عشوائيه مش عاملاها بمقاس عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. بثبت هنا في البوز ده الاول هنا عشان اقدر الف عليه اهو، بصوا، وبرول العجينه وانا داخله بس فوق بعض، لازم تبقى فوق بعض اهي، شايفين ازاي؟ واعمل كده اثبت، خلاص اهي، ابقى اطمنت انها اتسكنت تمام. انا بقى عايزه من حضراتكم هتطلع بقى بالشكل ده، عملتها ازاي؟ تعالوا نشوف. في عندي جزء هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، دي اللي احنا سويناها. بصوا بقى من جوه بشيله بكل سهوله، بيبقى سايب مكانه مجوف ازاي؟ ممتاز اهو، شايفين؟ تعالوا بقى ناخد بمعلقه كده، ممكن اخد دي، هناخد من الصوص ده. افرض انا عايزه اعملها زي البيتزا العاديه اهو، بملى من صلصه البيتزا اهي. الله الله الله، لا دي الاول هنعملها يعني اجبان، اجبان وفلفل. بصوا هاخد كده شويه من الفلفل الالوان، شايفين الجمال؟ وعندي هنا شويه من البصل الاخضر، وهحط هنا زيتونه جوه، وهاخد من التونه، هتبقى بحشو التونه، بصوا اهي، وبصلايه صغننه هنا رفيعه كده معاها، مش هتقول لا. وبعدين هاجي اخد حاجه بسيطه فلفل، وبعدين اقفل بزيتونه تانيه، وبعدين شويه من الجبنه كده. طيب ولو عايزين موتزاريلا هحط حاجة بسيطة على هنا في الجنب، خلاص، وهدخلها يا دوب ده يسيح، أنا مش عايزة أسويها، هي استوت خلاص، فأنا يا دوب هدخلها في الصاج بتاعي، أشوفه فين، أين هو، أهو، أسيح. طب عندي إيه تاني أقدر أعمله؟ أنا ممكن أدخلها، بصوا بقى هعمل كالآتي، هاخد واحدة تانية، وعندي رنجة دي هعملها باردة، يعني باردة يعني مش هحط بقى فيها أي حاجة تانية، هحط كده، ممكن تحت أحط مايونيز أو أحط لبنة وأحط فيها الفلفل الألوان. وعندي هنا بصل أخضر، وبعدين هاخد من الرنجة دي هنا كده، بصوا بالرنجة، خليني هنا أهي جوه كده، أعمل كده اللي جوه شوية، عايزة أحشيها حبة حلوين. وعندي ممكن أعمل ميكس بين الرنجة مع الطحينة، وطبعا مش هنسى البصل الأحمر معاها، وشري توميتو هنا، وزيتونيه واحده بس عشان هي اوريدي فيها املاح، وهقدمها مع دول. فممكن تبقى حشوات كده، ولو عايزين تنقوا الصغير ده مفيش مشكله، خليني تاني اخد من الصغير ده اعمل بالتونه، بصوا اهو، شايفين ازاي؟ اهو الصوص بيبقى يجنن يجنن اهو. وبعدين هاخد هنا، هحط شوية من التونة تحت، شايفين كده، وهاخد شوية ممكن من الفلفل الألوان، أوكي، وزيتونة واحدة، بصل، التونة بتحب البصل قوي، وعندي كمان هنا الجبنة التشيدر، على فكرة هي تتاكل كده باردة أساسا، هسيبها لكم أهي، بصوا اصلا يعني لو انتم مش عايزين حتى تدخلوها تعملوها حاجات بارده هتبقى رائعه جدا جدا، خلاص كده. وتعالوا نعمل واحده كمان، ايه رايكم رنجه؟ نعمل واحده رنجه. لا خالص. كده اهو نعمل لكم واحده بالرنجه، زي ما قلت لحضرتك هنستعيد بقى عن يعني نغير الصوص ده، ويبقى حاجه لبنه او حاجه مايونيز، وممكن نحط رنجه على تونة، وناخد كده واحدة زيتونة والبصل، الله، والجبنة التيدر، وآخر حاجة بقى ممكن يعني إيه أعملها مع حضراتكم، حاجة واحدة بس خليني أقولها لكم دلوقتي، آخر حاجة ممكن نحشيها إيه؟ ممكن نحشيها شوكولاتة. تعالوا بصوا كده، الله، عندي هنا أهو، بصوا الشوكولاته القابله للدهن، هنحط كده، بصوا شايفين؟ الله، يا سلام،
اهو دي بقى بتبوظ سعاده زي ما بيقولوا. بصوا بصوا، الله حلوه حلاوه. خلاص كده احنا الشوط التاني خلص. طب يلا يلا بينا هنطلع للاكسترا تايم وناخد استراحه وراجعين لحضراتكم. اهلا وسهلا، رجعنا من الاستراحه وهنبدا في الاكسترا تايم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى انا هعمل واحده كده كاليزوني فيها اجبان، برضو دي طريقه لفه حلوه قوي للبيتزا، ممتعه وسهله. لو حضراتكم بقى مش قادرين تعملوا مثلا يعني تقفوا بقى تعملوا عجين، اصل اللي بيعمل ميني بيتزا والحاجات المينيو دي على فكره هي بتبقى مرهقه جدا يعني. طبعا اي نعم بيقطع العجين وكل حاجه، بس بصوا بقى انا هعمل ايه. هاخد كده شويه من الصوص الحلو ده، بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده هيبقى نص ونص. عايز اقول لكم الصوص ده بجد جربوه حضراتكم قولوا لي بس رايكم فيه. احنا قلنا الطعم الفريش مختلف، واحنا مش عايزين نحمر الطعم نخليه يوصل لمرحله ان احنا نحس انه مرر، لا. هاخد بقى هنا شويه الحاجات الحلوه دي، عندي بقى ممكن تبقى بس حاجات يعني خضروات، فلفل الوان، عندي هنا طماطم بسيطه كده واحده بس كده في النص تدي طعم برضو للي بيحب، بصل اخضر وبصل احمر، وهنحط جبن كده. بصل اخضر ده برضو حكايه يعني بيدي تاستا حلوه قوي، بصل الاحمر كده بسيط، حاجات بسيطه خالص يعني كام واحده بس كده. مش قادر اقول لكم مع الصوص ده بيدي طعم هو لوحده اصلا كافي يعني. حطوا بقى اللي انتوا عايزينه، اي حاجه موجوده، بواقي فراخ عندكم مسلوقه بس ادوها تشويحه ومعلقه باربيكيو صوص، اتفرجوا كده على جمال. تعالوا بقى انا هحشي هنا ده بالتونه عشان ايه، التونه بقى عايزين تحشوا تونه ما تكونش زفره، نتكلم على هنا حاجه بسيطه. هجيب التونه القطع الواحده، تونه او اي نوع، بس انا ليه بقول لكم قطعه واحده عشان تبقى موفره. هتفتحوا العلبه تلاقوها علبه تونه زي اللي انا فتحتها دي دلوقتي. هنصفي الميه، هي بتبقى فيها يا اما في محلول زيت يا اما في محلول ملحي زي ما حضراتكم عارفين. هنصفيها، هروح حط عليها معلقه خل مليان، مش شرط يعني مليان، بس انا بقى بقول لكم عايزاكم تجربوا خل مليان معانا اهو علشان تعرفوا انه تركيز الخل ده حلو قوي. طيب هنحطها في معلقه خل وهسيبها شويه. خلوا بالكم انواع التونه اللي حضراتكم بتشتروها من بره ما تكونش انواع مش معروفه، عايزين انواع كويسه، لانه انواع التونه لو اتخلطت بسردين هي اللي بتسبب الزفاره. الزفاره مش من اساس انك ما عرفتيش تتعاملي معاها، هي نوع التونه اساسا، فدي مساله مهمه جدا. طيب هاخد كده انا ممكن بقى معلش يعني هاخد كده كام واحده رنجه نديها تدخينه بقى في الفرن، ما احنا يلا بقى، وكام واحده طماطم شاري عشان مخرجنا بيحبها. بصوا كده كام واحده كده، وهاخد هنا رنجه، يا نهار ابيض كده 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 هي بتدخل عشان تتدخن، فيعني ايه احنا هنبقى استفدنا جامد. دوقوها بقى وهتعجبكم جدا ان شاء الله. وناخد زيتون، التونه بيليق معاها اكتر، او ده الزيتون الاخضر، مش هنكتر عشان احنا فيه طبعا رنجه وفي نسبه املاح. خلاص رشه جبنه ده لازم حالا اهي، جايه يا فندم في الطريق يا فندم اهي. بصوا بقى يا خبر ابيض، بصوا الجمال، دي شدر. اي بواقي جبن تتبقى عند حضراتكم، الاجبان اللي حضراتكم بتاكلوها في البيت، تشيدر، رومي، الحاجات اللي هي ايمونتال، اي حاجه وانتم حاسين ان انتم مش هتحبوها تاكلوها فريش كده، اضربوها في الكبه وشيلوها في الفريزر، هتنفعنا في الوصفات اللي زي دي قوي. ادي الموتزاريلا اهي، ونقرب كده من الصوص شويه، حبه كده حلوين. بصوا كده، بصوا الجمال رائع. هناخد بقى عندي صاج، بسم الله الصاج هنا،
دهنته مسحه زيت، عايزه اخد دي كده، شايفينها ازاي؟ ساندويتش. هعمل كده، معلش عايزه انقلها، هوريها لكم وانا بنقلها. بصوا بقى، يا اما بالشوكه كده ادعم بس ان انا قافله كويس، وبعدين هعمل كده كده من هنا تحت لفوق كده زي السامبوسايه. عارفين السامبوسايه؟ اهي، واتبت هنا اهي اهي، شايفين ازاي هتبت العجينه؟ هي تعمل كده معايا بس هتثبت، وهقول لكم دي بمسحه ايه تدينا اللون الذهبي. معلش خليني اثبتها اهي اهي، شايفين اهي 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 اهي، شايفين حضراتكم اهو، ده الكاليزوني. خليني اخد كده قطيفية كبيرة شوية. تعالوا بقى ناخد هنا، بصوا بقى الجمال هنا بقى، الحروف دي انا بتبتها كده جوه، حلو. وهاخد هنا امسح مسحة زيت بسيطة، زيت زيتون تديني اللون المحمر اللي حضراتكم هتستمتعوا بيه. رشة سمسم، يلا عندنا سمسم، يلا هاتولي رشة سمسم او حبة البركة يا شباب. يا الله على الجمال، بصوا بقى، بصوا اهو على خفيف كده رشة زيت الزيتون. إيه لا يزفر، احنا مش كريمة، حطوا لها معلقة كريمة واحدة تديكوا اللون الذهبي اللي انتوا عايزينه، زي ما بيدي البيض بالظبط نفس اللون، بس خلاص هو ده الكلام. شايفين ازاي؟ اهو ده الكاليزوني، هتخش الفرن حرارة 200، هنظبط الدنيا مع بعض. هدخلها بقى، احنا سايبين وحدات كده. حاضر حاضر حاضر، اتفضلي. تسلموا. يلا بينا ناخد دي وندخل القمر دي، بسم الله. اهو تعالوا بقى ندخل دي مع الحاجات بتاعتنا. اوبا سخنه جدا، واو واو واو، يا نهار ابيض دي جامده جدا، حلوه قوي. طيب عندي فكره ثانيه، ينفع نعملها حاجه حلوه؟ ينفع طبعا. تعالوا بقى كده، انا هنا الكاونتر نظيف، ما تخافوش، ما فيش حاجه مصاصه ولا حاجه وقعت فيه. هاخد كده وتعالوا نعمل حاجه ثانيه حلوه. طيب ناخد كده، يبقى احنا كده عرفنا موضوع التونه، انقعوها في معلقه خل، اختاروا نوع تونه يكون مناسب وحلو. ليه؟ علشان ما يبقاش مخلوط بانواع سردين، في انواع بتبقى رخيصه بتبقى مخلوطه بسردين. مش ليمون؟ لا خل، لا خل. الخل خلوا بالكم لما هتطلع منه هتبقى معدومة الطعم، ولكن الليمون هيسيب أثر فهيدي طعم للتونة. ولذلك احنا حتى لما بنعمل التونة سلطة بنضيف خل وبنحط ليمون، مش بس ليمون. طيب اهو هنعمل كده معدومة الطعم. تعالوا بقى هنعمل كده واحدة، يعني هم الولاد هيقولوا ايه اشمعنى احنا، نعملهم واحدة بقى حلوة ان شاء الله، مرة نعمل لكم فطير شرقي بإذن الله، حلقة تبقى حلوة كده فيها فطاير وفطير مشلتت. بسم الله اهو، بصوا بقى ما العجينة بترتاح، تفردوا كده ما ترجعش تاني معاكم. عايزة بقى اعمل كده واحد كاليزوني للحلو، هحشي فيه ايه بقى؟ نحشي فيه جبنة كريمي، هاخد كده او اللي هي كريمة الشوكولاتة، هتبوظ سعادة دي. يا ساتر استر يا رب. يا منجي من المهالك يا رب. بصوا بقى، بقول لكم بصوا مش بصوا. قلت لكم بصوا كده. كلكم باظين يا حبايب قلبي. بصوا بقى الجمال اهو، طبعا انتوا عايزين تحطوا يعني حبه حلوين ماشي مفيش مشكله،
يعني في افكار كتير حلوه ممكن نعملها. معلش انا بقى هحط لكم حاجه، كاستر، عارفين الكاستر ده الاصفر اهو، عشان بقى هحط موز معاه. يا نهار ابيض، دي بتبوظ سعاده فعلا. بصوا بقى الكاستر ده مع الشوكولاته، عايزه اقول لكم الكاستر ده مع الشوكولاته دي بيحشوا بيه اللهم صل على سيدنا محمد، بيحشوا بيه الاكلير، الاكلير جاتو. هتدينا طعم حلو قوي، يعني في افكار حلوه برضو. طيب هاخد بقى كده من الموزات الحلوين دول كده، كده اهو اهو، هنحط الموز وهناخد موزة كمان. وهفتح الموزة اهو وناخد. ويا سلام لو بقي عندكم موز اصلا، الموز ده كان يعني ايه خلاص مش هيتاكل بقى كده اكلة حلوة يعني اهو. شايفين؟ وهنقفل نفس الفكرة اللي عملناها، نقفل المنظر ده كده اهو. هثبت برضو بشوكة، لازم. اين الشوك؟ اه في واحدة كانت هنا يا ولاد، فينها؟ اهي اهو اهو. وبعدين هجهز الصاج، مدهون عندي بال عايزين تحطوا مكسرات جواها حطوا، يعني انا بصوا انا هجمل من فوق بسبرينكلز كده صغنونه، يعني حاجات كده بسيطه اهو. يا نهار ابيض، كان ايه ساعتها قولولي؟ ها كانت حاجة مهمة ولا ايه؟ اوكي. سمسم سمسم، حبة البركة وسمسم. بصوا بقى اهو، هنقفل بقى كده. تمام. ممكن بقى نمسح ايه؟ بتبوظ كده حلوة. ممكن بقى نمسح مسحة كده خفيفة، نحط عليها من ده من فوق، بس احنا مش عايزينه قوي. هاخد بقى مش زيت زيتون، هاخد زيت مليان، مسحة بسيطة من الزيت النباتي، ممكن زبدة موزابة عادي جدا، ممكن كريمة، أي حاجة يعني اللي متاح عند حضراتكم. بس كل ده متاح، ممكن بيضة بفانيليا، هنحط عليها فانيليا عشان ده حلو، بيضة بفانيليا، كل دي حاجات تانية يعني مكملات حلوة. اهي كل الشوكليت دي هتسيح، ممكن تحط جوه شوكليت شابس كمان هتبقى رائعة. يعني دي كلها حاجات حضراتكم تقدروا تستخدموها هتبسطكم جدا كده بقى وتدخل على طول. خلوا بالكم العجينه شويه بعد ما بتخمر ما تدوهاش اكتر من وقتها، دخلوها لان هي بتخمر جزء تاني معاهم في الفرن. خلاص انا كده تمام. اوبا ده سخن جدا، خليني احط التانيه دي فوق علشان تبقى الحلو مع الحادق اهو. واستمتعوا بقى، الكاليزوني الكبير ده بيطلع الرول بقى بتاع البيتزا يتقطع فيه، تطلع الشريحه كبيره في الطبق، الواحد ياخد بقى شريحه كده ياكلها سواء بالشوكه والسكينه او بالبق كده يطمها جميله، مفيش مشكله. هنحط ده بقى هنا اوكي. وطبعا عملنا عجينه البيتزا النهارده، مكونات بسيطه،
سهله وموجوده. عرفنا ازاي نخزن عجينه البيتزا في البيت واحنا عاملينها في بيتنا بشكل سهل وبسيط في اكياس الثلاجه، وعملنا كمان صوص البيتزا المميز اللي في البيت بطريقه سهله، وعرفنا القصه فين في حته الطماطم بتتعمل ازاي عشان تطلع الصوص الحقيقي اللي حضراتكم شايفينه ده زي مطاعم البيتزا. وعملنا كمان بصوا الصوص تقيل ازاي ورائع ازاي، عايزاكم تشوفوه تاني. بصوا كثافته رائعه، الطماطم دي طماطم طبيعيه، احنا مش حاطين حاجه الا معلقه صلصه دعمت اللون ده لو انتم حاسين ان اللون محتاج، لكن الطماطم في الحاله دي بتدي تيست مختلف تماما، طعم تاني خالص عند حضراتكم. طبعا بالمنكهات اللي هي فيها الروزماري والريحان والزعتر، حطيت رشه ملح وفلفل، معلقه سكر، معلقه صلصه، وسبتها بعد ما اتعملت كونكاسي واتضربت في الخلاط وحطيتها على النار على نار هاديه. كل ده بقى رائع، تقدروا تحتفظوا بيها في الفريزر وقت ما تعوزوها تلاقوها، تقدروا عجينة البيتزا تحتفظوا بيها في الفريزر وقت ما تعوزوها تلاقوها. بتفك بس قبلها بنص ساعة ساعة الا ربع على الرخامة العادية، مفيش أي حاجة ولا أي حاجة، وتتفرد في الصينية على طول وتحط كل الصلصة عليها، الصوص ده مع أي مكونات عند حضراتكم. احتفظوا ببواقي الجبن اللي موجودة اللي أنتم مش هتاكلوها في ساندوتشات، حطوها واضربوها في الكبة، حطوها في الفريزر، هتنفع في البيتزات، هتنفع في الفطاير، هتنفع في أي حاجة أنتم عاوزينها. عملنا كمان الكورن اللي هو شبه الكورن الايس كريم، القرطاس ده حشينا بيه برنجه وبتونه ومثلا عاديه بالسلامي، عملنا بيها شويه بالاجبان بس الناس اللي بتحبها زي المارجريتا جبنه وصوص طماطم هتستمتع جدا. عملنا الرولز دي حشيناها بشكل سهل ان احنا ما نقعدش نفرد عجاين كتير ونتعب فيها وكده، فعملناها بشكل سهل شويه يناسب كل الاصدقاء. هي روعه والله يعني. بصوا عايزه اوريكم، بصوا طراوتها، معلش عايزه اوريكم حاجه لمخرجنا، يا نهار مولعه، بس عايزه اوريكم الطراوه، لا لازم البس جلافز معلش. سخنه جدا، امسكها بس احساس بالامان. طب اصل انا عايزه اوريكم بايدي هي بصوا بتتقطع ازاي، بصوا بصوا هشه ازاي، بصوا العجينه، بصوا العجينه عامله ازاي، شايفين بصوا طريه وحلوه ازاي، شايفين والله انا يعني اتمنى حضراتكم تجربوها فلافي وخفيفه. الفلافي ده ليه؟ علشان الحته التلزيقه البسيطه بسيطه قوي اللي قلنا عليها. اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم وتجربوها بحشوات مختلفه، اكيد في البيت تقولي رايكم ايه. عملنا كاليزوني قلبة شوكليت وبالموز وبالكاسترد، وكاليزوني مقفول بالتونه بقى والرنجه وحركات. دلوقتي بقى اسمحوا لنا هنطلع لاستراحه علشان استقبل ضيفتي اللي هتكون منوراني مشرفاني دكتوره دينا ابو السعود، في انتظار حضراتكم.